أعتقد حين نتحدث عن الدولة العراقية ورؤيتنا الاستشرافية إلها، علينا أن نقيم هذه التجربة ضمن يعني المحاور الخمسة الأساسية. أولاً الهوية، هوية الدولة، فلسفتها بعد التحول الديمقراطي، العراق إلى أين، بناءات الدولة إلى أين. هنا تنبثق الرؤية، وعلى أساس هذه الرؤية الاستراتيجيات، الأسبقيات والأولويات، السياسات العامة، الخطط والبرامج إلى غير ذلك، ضمن يعني هوية معينة وفلسفة نضعها لواقعنا بعد التحول الديمقراطي. يسجل على واقعنا خلال العقدين الماضيين أن الهوية لم تكن محسومة بين القوى السياسية، الفعاليات الاجتماعية، العاملين في مؤسسات الدولة. الهوية في بعدها الاقتصادي، في بعدها السياسي، في بعدها الاجتماعي، في سائر المجالات نحن نواجه إشكالية وارتباك في هذا الجانب.